لعيبه عمر الجمهور ما يحس بيها غير زي المدرب، حسام عاشور، طارق حامد، لا نوعيه اللعيبه دي مظبوط. كانت دايما الجمهور ينتقدها، ده ما بيلعبش لقدام، ده ما بيزيدش، ده ما بيشوطش، لكن تلاقي المدرب دايما هو اللي بيعتمد عليه بنسبه كبيره، لانه بيساعد في ان يفضل الضغط لانه موجود. بيعمل الدور اللي استحاله من حد من الاثنين اللي قدامه دول يعمله، هو اللي بيلم الناس دي كلها. مفهوم. كوكا استبدل بعمرو السولية في كوكا نهاية يمكن كان المباراة، اقل واحد النهارده بالنسبه لي من وجهه نظري، اقل واحد. اقل واحد، فممكن اديله 6 من 10، لكن ايه اللي كنت مستنيه منه ما عملهوش؟ كوكا المفروض ان هو كان بيقوم بدور الثمانيه مع امام، فهو كان مركز جدا، غير ان هو كان دوره ما كانش واضح جدا، هو كان مركز في الحته الدفاعيه جدا. كنت مستني منه ان هو يكمل على الجون اكتر بشكل كويس. مش يمكن دي توجيهات كولر؟ لان للماتش التاني على التوالي بشوف ان امام امام ليه الوحيد من الحريه، الثلاثه اللي بيزيد. امام دايما مع كولر لما بيلعب ثالث في نص الملعب بيديله حريه بشكل بالظبط. مطلق، حتى في الدفاع في الرده بتاعته تلاقيه ما بيردش بشكل كبير زي كوكا ومروان، بيدي لامام الحريه حتى في الرجعه بتاعته، بيديله ان هو يبقى عنده اريحيه في الرجعه بتاعته. فانا شايف ان ممكن يبقى دوره الدفاعي اكتر من الهجومي، بس المفروض انا كلعيب يبقى عندي الشخصيه، ما كده كده مروان واقف، صح، فطبيعي مفهوم ان انا تماما، صح ابقى مكمل من مفهوم. تحتيه. امام عاشور هل استعاد جزءا من البريق اللي الناس كانت متضايقه من اختفائه الفتره اللي فاتت في ماتش النهارده؟ النهارده قام بشكل كويس، بس اتمنى ان هو ما يركزش وما يبقاش ان انا النهارده عملت او رجعت او استعدت جزء من مستوايا فامسك فيها. امسك افضل، لا انا عندك احسن من كده بكتير. وامام لعيب مميز جدا، ولعيب من النوعيه اللي عنده الكواليتي ده نادر جدا دلوقتي، اللعيب اللي بيكمل وبيوصل وبيشوط وبيجيب جوال ده قليل جدا دلوقتي، وامام ليه دور مهم جدا الفتره دي مع النادي الاهلي ومنتخب مصر، فلازم دايما يقفل على نفسه ويركز ويعني دايما يفضل حاطط في دماغه ان انا في الحته دي دلوقتي قليل جدا اللي موجود زيي، صح، اللي عنده الكوكتيل بتاع بالظبط الامكانيات ده، بالظبط، صح. فلازم دايما اقفل على نفسي وابقى مركز، لان لعيب الكوره لو ما استغلش الفتره دي والله هتلاقيه قدام بيندم. يعني انا بقول لك هتلاقيه قدام بيندم. امام الحته دي قليله جدا دلوقتي، يعني اللي امام هي ايه؟ لعيب الكوره اللي هو الثمانيه اللي مهاري، اللي البصير اللي بيقدر يوصل للناس، اللعيب اللي هو بيقدر يروح على الجون، اللي هو بيعمل الحته الزياده الهجوميه دي قليله جدا دلوقتي. اغلب لعيبه نص الملعب في مصر مفيش حد بيعمل اللي امام صح بيعمله، يعني صح انت دلوقتي حتى في منتخب مصر بتجيب زيزو عشان يعرف يكملها، بس حتى زيزو ما بيعرفش يعملها زي امام. مظبوط. امام ما شاء الله بيوصل وبيطلع على الاطراف وبيخش ال 18 وبيشوط وبيوصل الناس، فدي قليله جدا. هتيجي تبص على لعيبه نص الملعب في مصر كلها قليل اول لما تلاقي واحد زي امام، صح، فهي دي النقطه. كلام مهم جدا منك عن امام وعن انه ازاي يوصل للي امكانياته تقدر توصله اليه. بالظبط. كام من عشرة؟ 8.5. 8.5. ندخل على الهجوم ونبدأ بطاهر محمد طاهر، صنع هدفا من الثلاثية. 8.8. 8. حسين الشحات 8. 8. اه وسام ابو علي ساهم وسام في الثلاث اجوال، النهارده جاب ما جول شاء الله عليه، وساهم في اتنين. ممكن اديله 9 لان كان قايم بدور حتى الضغط على الدفاع بشكل كويس جدا من اول الماتش لاخر الماتش، ما شاء الله عليه وسام، فاديله 9 منه. وسام ابو علي احتفل احتفال بهوات بعد ما سجل الهدف النهارده، جري عند المدرجات، قعد على الكرسي وبص للجمهور رجل على رجل وفرح معاه الجمهور الكبير، لان دي كانت البدايه اللي بعدها جه كل حاجه على مستوى طبعا الاجوال. ده هو ما شاء الله عليه، ومن ساعه ما جه النادي الاهلي وهو ما بيبخلش بمجهوده، لعيب فايتر، لعيب مركز جدا مع النادي الاهلي، بتمنى له ان هو يفضل على الاستمراريه دي لانه هيعمل تاريخ كبير مع النادي الاهلي ان شاء الله. تاريخ كبير مع الاهلي ان شاء الله. خلينا